سبورتس مع اللقاء الثاني والحدث العالمي على الأراضي المصرية، كأس ديفيز المجموعة الثانية العالمية، لقاء بين مصر وقبرص. هو اللقاء الثاني في اليوم الأول لهذه المنافسات، المباريات اللي هتقام النهاردة وبكرة بمشيئة الله، منتخب مصر أمام المنتخب القبرصي. المباراة الأولى اللي انتهت بفوز نجم مصر محمد صفوت أمام مينيلاوس إفستاثيو المصنف الثاني القبرصي، وفوز محمد صفوت بستة ثلاثة ستة اثنين في مجموع الأشواط في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. اللقاء الثاني اللي أمام حضراتكم نجم مصر كريم محمد مأمون، اللي كسب التوس قبل بداية اللقاء مع حكم الكرسي أنيس ريساسي، واختار ان هو يستقبل واللاعب القبرصي بيتروس كيريسوكوس، اختار السايد اللي هو هيلعب فيه وهو اللي هيبدأ بالإرسال. كل الأمنيات الطيبة بمشيئة الله الكريم مأمون نجمنا ابن مصر في تحقيق الفوز الثاني في المنافسات المصرية القبرصية قبل مواجهات الغد. زي ما قلت لحضراتكم عندنا مباراة هتكون زوجية من جانب المنتخب المصري، هيكون محمد صفوت وكريم مأمون هم اللي بيمثلوا منتخبنا في المباراة الزوجية غدا بمشيئة الله أمام سيرجيس كيراتسيس وأيضا لاعب نيوس، ده الثنائي القبرصي اللي ما لعبوش النهاردة هيلعبوا بكرة من ضمن المنتخب القبرصي القادم بقيادة ديمتريس هيرودوتو. اللقاء اللي هيكون زوجي غدا بمشيئة الله. كل الأمنيات الطيبة بمشيئة الله في هذا اللقاء لنجمنا كريم مأمون اللي شارك عنده الخبرات. على فكرة كريم يعني كريم عنده الخبرات، آخر مشاركة كان واجه أمام المنتخب اللاتفي في مارس 2020 في كاس ديفيز 2021 كان واجه المنتخب اللاتفي بالتحديد، كان لعب اللاعب إرنستس كان اتغلب 6-4 6-3، وفي المواجهة الزوجية مع محمد صفوت لكارلس وإرنستس كان المنتخب المصري اتغلب بنتيجة 6-3 6-4. ولما تيجي فرصة اقول لحضراتكم ايضا السي في بتاع كريم مأمون، الحقيقة سي في شرف لواحد من ولادنا. زي ما اتكلمنا على محمد صفوت في المباراة الاولى هنتكلم ونشجع بمشيئة الله زي الجمهور اللي حاضر في ملعب هو الاعرق للتنس المصري سنتر كورت بنادي الجزيرة. خطأ وخارج الملعب 15 لا شيء لكريسوكوس. خارج الملعب والتعادل 15 للجميع. ثلاثين 15 لكريسوكوس بيتروس كريسوكوس المصنف الأول القبرصي. حلوة من كريم يردها بيتروس ولكن خارج الملعب والتعادل 30 الجميع. صعود على الشبكة ناجح. إرسال أول ناجح 40-30 من بيتروس، ما قدرش يردها كريم، وفرصة لشوط أول للقبرص. خارج الملعب والتعادل مرة أخرى في الشوط الأول، فرص كريم لسه موجودة.
بداية قوية، بداية قوية وأدفانتج الكريم خارج الملعب. رالي قوي في النقطة اللي فاتت بين كريم مأمون وبيتروس كريسوكوس، وفرصة للتقدم وكسر أول في اللقاء لكريم مأمون. اختيار خاطئ من كريم، الملعب كان قدامه مفتوح، ولكن يختار الباك هاند للاعب بيتروس اللي بيخلصها في الملعب ويرجع للتعادل. قدامه الملعب فاضي، كان ممكن يحطها على يمين بيتروس، ولكن اختار الكروس كورت، باك هاند كروس كورت من اللاعب كريم مأمون. ونعود لنقطة التعادل مرة ثانية في الشوط الأول. حلو الريتيرن من كريم، حلو قوي ريتيرن، خد زاويته بيتروس وحطها فور هاند كروس كورت ولكن خارج الملعب. حب يلعبها بزاوية حادة على اللاعب كريم مأمون ولكن خارج الملعب، وفرصة تانية لكريم للكسر. حلوة يا كريم، حلوة يا كريم، اتلعبت حلوة قوي، لعبها في الكرة الأولى ردها بيتروس، ولكن في الكرة الثانية على طول كريم بيخلص الكسر الأول وكسر مبكر جدا. اختار في التوس انه يستقبل، عنده ثقة في الريتيرن بتاعه كريم مأمون، وبيقدر يتقدم في المجموعة الأولى 1-0 ويرسل من أجل زيادة الفارق في المجموعة الأولى لشوطين. على فكرة اللاعب بيتروس كريسوكوس عنده الخبرات الكبيرة، يعني كفاية في آخر نسخة لكأس ديفيز 2021 كان واجه المنتخب الأيسلندي وكان فاز 6-1 6-0، وأيضا واجه المنتخب الجورجي كان واجه ألكسندر متروفيلي وكان فاز 6-2 6-2، وفي آخر المواجهات في الفاينل كان واجه المنتخب موناكو وبالتحديد لوكاس كاتارينا وفاز بمجموع المجموعات 2-1. يا ولد يا ولد يا كريم، حلوة من كريم على الباك هاند، صعبة لبيتروس ويتقدم 15-0. بص التكتيك اللي بيلعب بيه كريم، يا ولد يا ولد يا ولد، حلوة 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 وبقوة يلعبها بعيد على اللاعب بيتروس ويتقدم في الشوط الثاني كريم مأمون. خارج الملعب، خارج الملعب، بي ام اي من أنيس رساسي داخل الملعب،
حكم الكرسي. هيدي النقطة. ريبلاي ذا باس. 30 لا شيء. خطأ مزدوج. أول في اللقاء وأول لكريم، ولكن التقدم لمصر 30-15 في الشوط الثاني. كرة في الملعب. خارج الملعب من كريم، والتعادل 30-30. لازم التركيز يا كريم هنا على الإرسال الأول لتوسيع الفارق من المجموعة الأولى. يلعب بأريحية أكتر، يقدر ياخد ريسك أكبر، طول ما الفارق كبير يقدر يخلص نقط أكتر. كريم مأمون. خارج الملعب من كريم، وفرصة لرد الكسر من اللاعب بيتروس كيريسوكوس المصنف الأول القبرصي، على فكرة مصنف 486 عالميا. كريم مأمون المصنف 624. اختيار من كريم مأمون انه يرد الدروب شوت على البيز لاين، تعدي خارج الملعب، والتعادل 1-1. يرد الكسر على طول بيتروس كيريسوكوس، ما يتاخرش في رد الكسر، يرجع لنقطه التعادل والارسال مع القبرصي في شوط ثالث من المجموعه الاولى للمباراه الثانيه، كاس ديفيز المجموعه الثانيه العالميه، مصر قبرص. خارج الملعب من كريم، هي دي يا كريم، هي دي يا ولد، حلوة حلوة حلوة. يرجع لنقطة التعادل 15 الجميع. تركيز، لما كريم ما بيركز بيضغط على بيتروس، الكور العميقة اللي بيلعبها كريم دي له فرصة للتعادل. إعادة للإرسال الأول. حلوة من كريم، زاوية حادة، فور هاند كروس كورت، صعبة على كيريسوكوس إنه يردها ويعديها من الشبكة، ونقطة لمصر، نقطة لكريم، والتقدم 15-30. هارد لك يا كريم، صعود على الشبكة، وصل للكرة ولكن حب يردها
بزاوية حادة أيضا ولكن تخبط في الشبكة. والتعادل 30 للجميع. دروب شوت رائع رائع من كريم مأمون يا ولد يا كيمو. حلوة حلوة التقدم 30-40 فرصة لكسر تاني في اللقاء. حكم اللقاء بينوه على عدم الكلام في النقطة ولكن في أحد الحضور الجماهيري اللي موجود في سنتر كورت بنادي الجزيرة كان ظن أن كريم خلص النقطة لكن لحقها القبرصي علشان كده كان في صيحة احتفال مبكرة قبل ما كريم يخلص النقطة. تحذير من أنيس ريساسي. إعادة للإرسال الأول لبيتروس. خارج الملعب والتعادل في الشوط الثالث من المجموعة الأولى وضغط من كريم مأمون على بيتروس. خارج الملعب وادفانتج لبيتروس. ثلاثين سنة كريم مأمون في الجهة الأخرى 25 سنة لبيتروس. خطأ إعادة للإرسال الثاني. نقطة لبيتروس وشوط لقبرص والتقدم الأول في اللقاء للمنتخب القبرصي بشوطين لشوط وفي المنافسة عموما هو التقدم الأول لمنتخب قبرص. شفنا اللقاء الأول لمحمد صفوت التقدم بستة ثلاثة في المجموعة الأولى وشفنا اللقاء بعد المباراة قال إنه هو كان ماشي جيم بجيم شوط بشوط مع اللاعب مينيلاوس ولكن عرف طريقة لعبه ضغط عليه خلص المجموعة الأولى 6-3 عمل بريك لخمسة ثلاثة وأرسل من أجل المجموعة بنتيجة 6-3 محمد صفوت وفي المجموعة الثانية خلص المجموعة من بدري بدري وقدر يحقق الفوز بنتيجة 6-2. كريم مأمون حقق الكسر في الشوط الأول اترد عليه الكسر على طول من بيتروس كريسوكوس وفي الشوط الثالث قدر يحافظ على الإرسال القبرصي ويتقدم بنتيجة 2-1. إن شاء الله كريم يقدر يعوض ومع الإرسال انتهى التشينج أوفر. دي الكرة اللي قلت لحضراتكم إن كريم كان قدامه الاختيار إنه يردها بعيد على بيتروس ولكن ردها له بهدية ولكن في الكرة الثانية كانت أصعب على بيتروس. الإرسال مع كريم مطالبة من تشير أمباير حكم الكرسي بالالتزام في الأماكن والالتزام بالهدوء أثناء الشوط الرابع. كرة في الشبكة ولا شيء 15 خارج الملعب من كريم على شيء 30 وصل للكرة لكن كانت أقوى من اللازم تخطى البيز لاين نقطة للقبرصي والنتيجة لشيء 30.
في الشبكة ونقطة لمصر 15-30 يا كريم. وينرز ونقطة خلصانة من بيتروس كريسوكوس وفرصتين لكسر تاني في المجموعة الأولى لإرسال كريم مأمون. خارج الملعب والنتيجة أصبحت 3-1 للمنتخب القبرصي في المجموعة الأولى. مهم التركيز هنا يا كريم. كريم اللي قدر يحقق كسر أول وبيضغط على اللاعب بيتروس كريسوكوس، ممكن يعود في الشوط الخامس من المجموعة الأولى بمشيئة الله. الإرسال مع القبرصي صاحب الخبرات الكبيرة والمتقدم في التصنيف العالمي كريسوكوس. رسالة أول في الشبكة. نقطة أولى للقبرصي. لعب إرسال صعب رده كريم مأمون، حاول يعمل اللوب ولكن بيخلصها بيتروس. خمستاشر لا شيء. خارج الملعب وثلاثين لا شيء. لازم هنا الدعم، لازم الجمهور يشجع كريم. ايضا خارج الملعب، اخطاء تتوالى من كريم مأمون، لكن العودة بمشيئة الله والتركيز يقدر الكابتن حسن العروسي يتكلم مع كريم. صعبة من بيتروس وجيم سريع، شوط سريع للمنتخب القبرصي لكريسوكوس اللي بيتقدم في المجموعة الأولى 4-1. والله حضراتكم كان في منافسات 2021 لعب على ثلاث مراحل في المجموعة الثالثة اللي هي المجموعة الأوروبية، وفي 2019 كان وصل لمرحلة البلاي أوف في المجموعة الرابعة قدام أيرلندا بيتروس كريسوكوس، وكان قدر يحقق الفوز في مرحلة البلاي أوفس، وهي كانت المرحلة الخامسة من المجموعة الرابعة، وحقق الفوز على المستوى الزوجي وعلى المستوى الفردي على المنتخب الأيرلندي بعدما تغلب على ليشتشتاين وأيضا على المنتخب الألباني وأيسلندا، وكانت البداية أمام أرمينيا. كريم مأمون من الجهة الأخرى في 2019 كان واجه المنتخب النرويجي ثم المنتخب الدنماركي ثم المنتخب الفنلندي ده في 2018، وكان واجه المنتخب السلوفيني في 2019. تشينج اوفر اللي جاي اقول لحضراتكم نتائج كريم مأمون اللي ان شاء الله يركز على الارسال لتقليص الفارق ثم العوده بقى في التفكير لكسر لارسال اللاعب بيتروس كريسوكوس. خارج الملعب، نقطة الكريم 15 لا شيء لمصر. خارج الملعب، إرسال أول ناجح من كريم مأمون
عودة للثقة وعودة في المجموعة الأولى بمشيئة الله. خارج الملعب. استعجلش يا كريم. حلو يا كريم، حلو يا كريم. يتقدم 40-15 وفرصتين لتقليص الفارق والوصول لنتيجة 4-2. باك هاند مميز من كريم مأمون، باك هاند كروس كورت. ضربات قوية، ضربات قوية يا كيمو، ويقدر يغلط كريسوكوس اللي بيطلع الكرة برا الملعب. وشوط مصري 4-2 لصالح المنتخب القبرصي. سهلة كريم، ونقطة للقبرصي بيتروس، 15 لا شيء. خارج الملعب. 30-15، 30 لا شيء. نقطة خلصانة من كريسوكوس. إرسال على الفور هاند، طلع كريم، بصوا طلع كريم برا الملعب إزاي ويردها في أبعد نقطة. خارج الملعب. وشوط لكريسوكوس، شوط لقبرص، 5-2 لصالح المنتخب القبرصي. لازم العودة بمشيئة الله من كريم، حيكون معاه الإرسال بعد التشينج أوفر. لكن كريم بيحتاج لكسر، كريم بيحتاج لكسر إرسال اللاعب بيتروس. في 2019 كانت المواجهة المصرية السلوفينية، كريم كان لاعب أليجاس بديني، كان في المجموعة الأولى فيها قوة وقدر يتفوق 7-5 بديني، وتفوق في المجموعة الثانية أيضا، ولكن سلوفينيا كانت فازت على مصر في مجموع المباريات 3-1. ولكن في 2018 اكتسب خبرات كبيرة كريم مأمون، كان لاعب فيكتور دوراسوكوفيتش للمنتخب النرويجي في الفيرست راوند أو المرحلة الأولى من المجموعة الثانية، وفاز 6-0 6-4 قبل ما يواجه فريدريك نيلسون الدنماركي. وبعد ما خسر المجموعة الأولى 3-6 قدر يفوز 6-3 7-6. مباراة كانت كبيرة لكريم مأمون في 2018، بالتحديد في إبريل 2018. كريم مأمون على الإرسال، وكرات جديدة بعد 7 أشواط. ايوه كريم، حلوه من كريم مأمون، ونقطه اولى في الشوط الثامن، 15 لا شيء.
التعادل 15 الجميع. فورهاند قوي قوي من بيتروس كريسوكوس، مركز على الفورهاند، يقدر يلعبها في ابعد نقطه في الملعب، ثقه عاليه جدا، بياخد الريسك. المره دي الكره داخل الملعب، داخل الملعب 15-30. قرار من أنيس ريساسي حكم الكرسي، 15-30 نقطة للقبرصي. نقطة مهمة جدا في المجموعة الأولى لكريم مأمون. دروب شوت من بيتروس يصعب المهمة على كريم مأمون، وفرصتين لحسم المجموعة الأولى للاعب المصنف 486 عالميا بيتروس كيريسوكوس. حلوة من كريم، وخطأ من كريسوكوس لتقليص الفارق، لكن ما زالت الفرصة للأبروسي لإنهاء المجموعة الأولى. إرسال أول ناجح من كريم مأمون والتعادل. واللي حضراتكم الشوط ده مهم جدا لكريم مأمون، في كل الحالات الشوط ده مهم جدا. شوف النقطة دي واقول لحضراتكم ليه. شوت رائع من كريسوكوس، وصل للكورة وقدر يرد الدروب شوت بدروب شوت صعب قوي على كريم، وادفانتج للأبروسي. حلوة يا كريم، حلوة يا كريم، وينرز، نقطة خلصانة ساحقة لا ترد على الفورهاند لكريسوكوس اللي ما يلحقهاش، والتعادل مرة تانية في الشوط الثامن من المجموعة الأولى. خارج الملعب، وادفانتج الكريم مأمون. كريم محمد مأمون يضغط على كريسوكوس، عنده الثقة وعنده الأداء بمشيئة الله كريم مأمون. مأمون يخلص النقطة، ولكن كريسوكوس خارج الملعب ويخلص الشوط الثامن ويقترب 5-3. قلت لحضراتكم شوط مهم جدا لكريم انه يضغط على الأبروسي، هيكون معاه الإرسال، وكريم عنده القدرة بمشيئة الله انه يحقق الكسر على إرسال كريسوكوس ويعود مرة ثانية للمجموعة الأولى.
ما يفقدش الأمل. درس درس لازم كل أولادنا يتعلموه، كل أولادنا اللي موجودين في ملعب نادي الجزيرة السنتر كورت واللي بيتابعونا من خلال شاشة أون تايم سبورتس. كريم إن شاء الله يحاول العودة مرة تانية، لكن نقطة لصالح القبرصي. 15 لشيء يرسل من أجل المجموعة. مرة تانية خارج الملعب من كريم، و30 لشيء كرة سريعة من كريسوكس وفي الشبكة من كريم، وثلاث فرص لتحقيق المجموعة الأولى للمنتخب القبرصي. خارج الملعب من كريم، ثلاث كرات بخارج الملعب، الريتيرن من كريم من غير تركيز، ثلاث كرات من الشوط التاسع في المجموعة الأولى، بيدي الجيم وبيدي الشوط. ادي الكرة الإعادة مرة تانية خارج البيز لاين، خارج الخطوط، وعلى طول نقطة وشوط ومجموعة لصالح بيتروس كيريسوكوس. مجموعة أولى في المنافسات، يعني الماتش الأول المباراة الأولى كان خلص لمحمد صفوت لمنتخب مصر 2-0، ولكن عودة للقبرصي من خلال المصنف الأول القبرصي بيتروس كيريسوكوس، اللي حضراتكم متفوق على كريم في التصنيف 486 مقابل 624. كريم مأمون، ده التصنيف العالمي لكريم. كريم مأمون اللي وصل للمركز 225 كأفضل ترتيب وتصنيف لي في أكتوبر 2017، يومها كانت الخبرات الكبيرة، وادي الخبرات اللي بينقلها له الكابتن حسن العروسي في استراحة ما بين المجموعات. أخطاء من كريم ظهرت في المجموعة الأولى، إن شاء الله يتداركها في المجموعة الثانية، وتفوق واضح للاعب بيتروس كيريسوكوس، لكن العودة ممكنة بمشيئة الله. كريم مأمون اللي لو شفنا السي في بتاعه في 2017 و2016 يوم ما قدر يصل لأفضل تصنيف لي 225 في أكتوبر 2017، وفي 2018 كان وصل أيضا لمرحلة الإقصائية الثانية والتأهيلية الثانية لأستراليا المفتوحة، بطولة أستراليا المفتوحة أستراليان أوبن 2016، كان واجه نيكولا اللاعب الصربي، وكان قدر يحقق الفوز 2-1، كان فاز 7-6 و2-6 و6-4 في المجموعة الحاسمة. وأيضا كان واجه اللاعب الفرنسي في 2016 أيضا، مارس 2016، سخاروف، جليب سخاروف، كان فاز أيضا بمجموعة 2-1. أنيس غربال التونسي في مواجهة وتفوق مصري للاعب كريم مأمون 6-3 6-1، واللاعب البوسني سيت كيتش فاز أيضا بمجموعة 2-0 قبل ما يحقق الفوز على الأوكراني سميرينوف 6-4 6-2، من الوجوه المشرقة بمشيئة الله في التنس المصري كريم مأمون. أيضا في 2017 سلسلة من الانتصارات، سميرينوف الأوكراني، مولكن أيضا واجه اللاعب مولكن السلوفاكي وتحقيق الفوز 6-0 6-3 وتفوق على التشيكي مارك جينجل في لقائين 6-4 6-2 و2-1 في المباراة الثانية اللي كانت في إبريل 2017 6-4 3-6 و6-4. أرقام كبيرة لواحد من النجوم الكبار الحقيقة في التنس المصري، والاختيار للتاني تاني لقاء في المواجهة المصرية القبرصية تكون من خلال كريم مأمون. زي ما قلت لحضراتكم، يعني في اللاعبين العرب والمصريين في المقدمة
الكابتن اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس اللي اعتزل عام 83، لكن بعد سلسلة من النجاحات الكبيرة اللي وصل للربع النهائي في الزوجي، مرة في ويمبلدون ومرة في استراليا، وترتيبه في الزوجي كان من أفضل العشرة الأوائل. كابتن اسماعيل الشافعي وفردي الأولاد كان حصل على الجراند سلام في ويمبلدون 64 أيضا، لكن لحظة التوهج أو فترة التوهج للكابتن اسماعيل الشافعي كانت في السبعينات. عندنا أيضا من ضمن الوجوه المصرية المشرفة ميار شريف، ميار شريف نجمة المصرية اللي تواجه الصينية كوينغ وانغ، مصنفة 12 عالميا في بطولة مونتيري للتنس بالمكسيك، بعدما تفوقت بالأمس على الأسترالية سيون مينديز بمجموعتين لواحدة في مباراة استغرقت أكثر من 3 ساعات. ميار شريف قلت لحضراتكم الإرسال مهم في الجيم اللي كسبه كريم مأمون، لأن يدي فرصة لأبروسي عشان يكسب المجموعة الأولى هو اللي يرسل، علشان كده يبدأ كريم المجموعة الثانية بالإرسال، ودي أدفانتج. في الشبكة من كريم ولا شيء 15، لازم كريم يستغل السيرف الأول، الإرسال الأول مهم جدا. ضغط من كريم وخطأ من كريسوكوس والتعادل 15-15 في الشوط الأول من المجموعة الثانية. خارج الملعب والتقدم لمأمون 30-15. حلوة من كريم، فورهاند كروس كورت يردها كريسوكوس في الشبكة، وفرصتين للتقدم في المجموعة الثانية لكريم مأمون. إرسال ثاني إرسال أول، إدى الليد لكريم مأمون إنه يتحكم في النقطة ويغلط اللاعب كريسوكوس، والتقدم الأول في المجموعة الثانية لكريم مأمون، وإن شاء الله يحافظ عليه ويرجع تاني للقاء. الكلام على ميار شريف، قدمت أول ظهور لها في جولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات الفردي في بطولة براغ المفتوحة العام 2020، وأيضاً صنعت التاريخ وسطرت التاريخ ميار شريف كأول لاعبة مصرية تدخل القرعة الرئيسية لبطولة جراند سلام في بطولة فرنسا المفتوحة 2020. كريسوكس يرسل من أجل التعادل في المجموعة الثانية، وكريم بمشيئة الله من أجل الكسر الأول في المجموعة الثانية. كرة قصيرة من كريم
وفي الشبكة من بيتروس ولا شيء 15. في الشبكة من كريم والتعادل 15 الجميع. الإرسال الثاني لبيتروس نزل حكم الكرسي أنيس ريساسي للتأكد الكرة جوه الملعب ولا خارج الملعب. خارج الملعب خارج الملعب. بيوضحها البيتروس كريسوكوس اللي بيتكلم مع حكم اللقاء. كرة خارج الملعب مش عاجبه ديمتريس هيرودوتو المدير الفني القبرصي للمنتخب القبرصي. والنتيجة 15-30 15-30 لمأمون. حلوة المحاولة من كريم ولكن خارج الملعب. والتعادل 30 الجميع. نقطة مهمة لكريم مأمون. خارج الملعب وصايحة من كريسوكوس عشان عارف أهمية النقطة للعودة مرة تانية. فرصة للعودة للتعادل في المجموعة التانية. إرسال أول ناجح. إرسال ساحق أول في اللقاء لبيتروس كريسوكوس ويعود للمجموعة الثانية بالتعادل 1-1. وكريم مأمون يرسل من أجل التقدم مرة ثانية في المجموعة الثانية. إرسال على الخط على تي لاين من بيتروس كريسوكوس. إرسال ساحق أول في اللقاء وأول للقبرصي. كريم مأمون للإرسال. خارج الملعب. تركيز على الإرسال. الإرسال الأول بسويرف عالي من كريم مأمون. خذ الكرة شكرا. وينرز من كريسوكوس والتعادل 15 للجميع في الشوط الثالث من المجموعة الثانية. مرة تانية كريسوكوس بقوة الفور هاند كروس كورت يتقدم 15-30. حضور الجماهيري اللي نفسنا إن شاء الله بكرة يكون أكبر من كده. نادي الجزيرة سنتر كورت
بكرة دعم المنتخب مصر بمشيئة الله في مباريات الزوجي ثم المباريات الفردية. في الشبكة من كريم وصايحة من كريسوكوس وفرصتين لكسر ثالث لإرسال كريم مأمون في هذا اللقاء. شكرا. إرسال أول ناجح من كريم مأمون بريتيرن من كريسوكوس ولكن كريم وفور هاند قوي يغلط كريسوكوس ويحافظ على فرصه في الشوط الثالث من المجموعة الثانية. في الشبكة من كريم خطأ غير مبرر انفورسيد ايرور من كريم مأمون والتقدم للمنتخب القبرصي وكسر ثالث في اللقاء لإرسال كريم مأمون والتقدم للمنتخب القبرصي ب 2-1 في الأشواط في المجموعة الثانية. نحن نتكلم على التصنيف الفارق بين اللاعبين التصنيف الأكبر التصنيف العالمي. دانيال ميدفيديف في المركز الأول ونوفاك جوكوفيتش في المركز الثاني ووجود للألماني في المركز الثالث ألكسندر زيفريف والأسطورة المايوركي رافائيل نادال صاحب أول جراند سلام هذا الموسم بطولة أستراليا المفتوحة اللي قدر يحصل عليها في نهائي كان رائع أمام ميدفيديف لكن بعدد نقاطه في التصنيف رافائيل نادال موجود في المرتبة الرابعة ستيفانوس سيسي باس اليوناني في المركز الخامس روبلوف في المركز السادس بريتينيا الإيطالي في المركز السابع كاسبر رود النرويجي في المركز الثامن الكندي الياسين في المركز التاسع مع هوركاز في المركز العاشر البولندي. تشجيع من الجمهور لكريم مأمون لرد الكسر سريع في هذا الشوط. إرسال أول خارج الملعب من كريم مأمون 15 لا شيء لكريسوكوس خارج الملعب والتعادل 15 للجميع ودور الجمهور هنا لكريم مأمون كل الملعب يلا يا كيمو كل الملعب بيشجع كريم مأمون يا ولد يا ولد يا ولد يا كيمو يا ولد يا كريم ريتيرن رائع ريتيرن يديله الثقة ريتيرن في توقيته يعني ريتيرن ده في توقيت مميز جدا لكريم مأمون أولا للتقدم في الشوط الرابع للمجموعة الثانية التقدم في شوط في إرسال لبيتروس كريسوكوس والتقدم أيضا بفارق نقطة يا ولد يا ولد يا كريم المزاج عالي الثقة خلاص جت لكريم مأمون إن شاء الله العودة في اللقاء وفرصتين لرد الكسر 15-40 لكريم مأمون يا
في الشبكة من كريم. تضيع الفرصة الأولى، لسه الفرصة الثانية يا كريم. 30-40. خارج الملعب، خارج الملعب والتعادل. جيس. لكن لسه فرصك يا كريم موجودة في هذا الشوط. Advantage Cyprus. فرصة للمنتخب القبرصي لكريسوكوس بيتروس للتقدم بنتيجة 3-1 في المجموعة الثانية. 3 نقاط متتالية لبيتروس بعدما كان كريم مأمون متقدم. خارج الملعب، خارج الملعب، وفرحة من الجماهير اللي حاضرة في نادي الجزيرة لدعم منتخب مصر وكريم مأمون في هذا اللقاء. ورجوع للتعادل مرة تانية في الشوط الرابع، الشوط المهم جدا، مش في المجموعة التانية فقط، ده في اللقاء، يعني شوط مهم جدا. إن شاء الله يكون شوط مصري بإذن الله. شكرا شكرا شكرا. برا الملعب، برا الملعب، وكريم يحافظ على هدوءه ويحافظ على ثقته ويصل للفرصة الثالثة في هذا الشوط لرد الكسر كريم مأمون. لكن التشجيع رائع، التشجيع رائع في السنتر كورت، الملعب الرئيسي، الملعب العالمي الأقدم والأعرق بنادي الجزيرة. أدفانتج مأمون، فرصة لكريم للتعادل في المجموعة الثانية وكسر الإرسال للقبرصي كريسوكوس. خارج الملعب، نقطة التعادل مرة تانية. خارج الملعب. Advantage. وفرصة للمنتخب القبرصي عن طريق بيتروس كريسوكوس. ولكن كريم موجود، كريم موجود وبيرجع تاني لنقطة التعادل في شوط هو الأطول في هذا اللقاء، يمكن في اللقاءين، في لقاء محمد صفوت مع مينيلاوس، وفي هذا اللقاء في مباراة اليوم الأول هو الشوط الأطول. إعادة للإرسال الأول مرة تانية. خطأ غير مبرر عن فرصة ديرور مرة تانية من كريم مأمون
ما يحافظش هنا على الفرصة والنقطة ان هو يتقدم لكسر ارسال ويدي هدية لكريسوكس. دي حقيقة يعني اداله هدية الحقيقة في الكرة اللي فاتت. باك هاند كروس كورت رائع من كريم مأمون رغم ان الكره كانت صعبه وعميقه من اللاعب بيتروس كريسوكوس ولكن كريم مأمون كان في الموعد والتعادل مره اخرى في الشوط الاطول والاجمل. خارج الملعب من كريم مأمون والأعصاب تتوتر في ملعب اللقاء والمجهود كبير باين طبعا على الاثنين وبالتحديد باين على كريسوكوس أكتر. يعني مش عايز يفرط في الشوط كريسوكوس. غير محظوظ غير محظوظ يا كريم تخبط في الشبكة تنزل بأرض كريم مأمون وشوط أوبروسي لكريسوكوس والتقدم 3-1. غير محظوظ يا كريم. كريم للإرسال من أجل تقليص الفارق دفع من الجمهور دفع من الحضور لكريم. كورة تدي إحباط الكرة الأخيرة تدي إحباط. على جانبي الملعب كريم بيعزف وبيسجل نقطة أولى في الشوط الخامس من المجموعة الثانية. مهمة جدا النقاط دي تدي ثقة لكريم بيقدر ياخد الريسك أكبر. صعبة وبعيدة تخليصة من كريسوكوس والتعادل 15 للجميع. خارج الملعب والتقدم للأبروسي. إرسال على الخط وكرة عكس اتجاه كريسوكوس من كريم مأمون والعودة للتعادل 30 الجميع. يا الأداء العالي يا كريم توقيت رائع توقيت رائع من كريم مأمون وأي ثقة وفرصة لتقليص الفارق. حلوة من كريم مأمون وصيحة الفوز بالشوط الخامس في المجموعة الثانية وتقليص الفارق والحفاظ على الإرسال 3-2
لصالح المنتخب القبرصي. لسه خطوة يعني تقليص الفارق كان مهم، ولكن الأهم تحقيق الكسر اللي بدأ به كريم اللقاء. يعني هو بدأ بتحقيق كسر على كريسوكوس، يعني يقدر ان هو يحقق الكسر مع البروسي. والشوط الأخير، الشوط اللي تقدم به كريسوكوس 3-1، كان هو الشوط الأطول لأن كريم كان بيعافر في هذا الشوط لتحقيق الكسر والرجوع للتعادل. ادي نجمنا محمد صفوت اللي حقق الفوز في اللقاء الأول بنتيجة 6-3 6-2. تعليمات الكابتن حسن العروسي، توقيت مهم جدا للتعليمات، توقيت مهم جدا للهدوء من كريم مأمون. ان شاء الله يعود للمجموعة الثانية بالتعادل اولا ثم بالانتظار. تشينج اوفر انتهى خلاص، لكن عجبني التشجيع، اكيد عجب حضراتكم التشجيع اللي موجود زي ما تابعنا في اول لقاء، يمكن في بداية المجموعة الأولى وفي خلال المجموعة الأولى من هذا اللقاء ما كانش التشجيع زي المجموعة الثانية، لأن الجمهور ذواق، الجمهور فاهم تنس، عارف إن اللاعب كريم مأمون محتاج كل التشجيع، محتاج الدعم دلوقتي جدا، ومحتاج الضغط كمان على اللاعب بيتروس كريسوكوس. قوية من كريم مع صيحات الجمهور في ملعب اللقاء والتقدم. نقطة دي تدي ثقة كبيرة قوي، تدي ثقة كبيرة قوي بمشيئة الله الكريم مأمون. يا ولد يا ولد على السماش قوي، طلع على الشبكة وقدر يخلص النقطة بقوة ورشاقة كريم مأمون. في المكان الفاضي على طول بيخلصها كريسوكوس، ويتعادل 15 الجميع. ضربات قوية من كريم مأمون، ما يقدرش كريسوكوس في الأخير إنه يردها، ونقطة التقدم مرة تانية. تعادل 30 الجميع. بعض الأخطاء الصعبة، بعض الأخطاء الصعبة في توقيتها، لأنه خطأ سهل، ده خطأ سهل ولكن صعب في توقيته بعد مجهود كبير للحصول على نقطة مع إرسال الأبروسي، صعب إنه يفرط في النقطة. خارج الملعب 40-30. كريم يوصل للكورة ويلعبها صعبة جدا على الأبروسي. بصوا حضراتكم السبرنت والتوجيه، يا ولد
يا ولد من كريم مأمون، ويرجع للتعادل مرة تانية. مميز فيها كريم مأمون، عملها أكثر من مرة سواء بالفور هاند أو الباك هاند. يا كريم يا ولد يا ولد يا ولد، ريتيرن أكثر من رائع، ريتيرن عالمي من كريم مأمون، وأدفانتج لكريم. هو بيحاول يخلصها من بدري لكن مشيت معاه في النقطة اللي فاتت. فرصة للكسر، خطأ. يا ولد يا كريم مع الصيحة، التعادل والعودة للمجموعة الثانية. كريم اون فاير، كريم مأمون اون فاير، ويعود في المجموعة الثانية ويكسر إرسال كريسوكوس والدفعة المعنوية الكبيرة والحضور الجماهيري. يا ولد يا كريم، بص الفور هاند اللي جاية، اتفرج على الفور هاند والتألق من كريم مأمون، والعودة للتعادل 3-3 في المجموعة الثانية. الإرسال مع كريم، كسر كمان يا كريم، تجين كسر كمان، لكن نحافظ على الإرسال الأول. صعبة صعبة من الأبروسي، لا شيء. 15 خارج الملعب، خارج الملعب والتعادل 15-0. شوط مهم بل هو الأهم في المجموعة الثانية. خارج الملعب، وفرحة، فرحة من الجماهير وصيحة من كريم مأمون. كروس كورت رائع من كريسوكوس، فور هاند كروس كورت. وديمتريس هيرودوتو قام يشجع كريسوكوس لأنه حاسس بالضغط عليه. كرة داخل الملعب والتعادل 30 للجميع. خطأ، الخطأ من كريسوكوس، وفرصة للتقدم في المجموعة الثانية لكريم مأمون. خارج الملعب من كريم مأمون، ولكن حكم الكرسي أنيس ريساسي نازل يتأكد.
خارج الملعب، خارج الملعب والتعادل. بيأكد للكابتن حسن العروسي ان الكرة خارج الملعب، هنشوفها مرة تانية. جوس والتعادل. في الشبكة وأدفانتج كريم مرة تانية. قوية من كريم، قوية من كريم، حبي يحطها في أبعد نقطة في الملعب، ولكن يرجع لنقطة التعادل مرة تانية. حماس من اللاعبين. كل نقطة مهمة، مش كل شوط، كل نقطة. كل لاعب يقاتل من أجل النقطة. هارد لك يا كريم، مجهود رائع في النقطة دي، ولكن أدفانتج كريسوسس. لو عدت كانت هتبقى صعبة على الأبروسي، ولكن بتخبط في الشبكة. أدفانتج كريسوسس، إرسال أول مهم من كريم. خارج الملعب، خارج الملعب، وشوط أبروسي، شوط لكريسوكوس، والتقدم لصالح المنتخب الأبروسي بأربع أشواط مقابل ثلاثة. كسر من جديد لإرسال كريم مأمون، والاقتراب من حسم المجموعة الثانية، ولكن كريم مأمون بمشيئة الله قادر أنه يحقق كسر ثالث لإرسال اللاعب بيتروس كريسوكوس. زي ما قلنا التصنيف العالمي بالنسبة للرجال، بالنسبة للسيدات طبعا أشلي بارتي الأسترالية اللي حققت أول جراند سلام هذا الموسم في المركز الأول، باربورا كريشيكوفا في المركز الثاني التشيكية، أرينا سابالينكا في المركز الثالث، مع إيجا سواتيك البولندية في المركز الرابع، أنيت كونتوفايت الاستواتينية موجودة في المركز الخامس، مع باتوزا باولا باتوزا الإسبانية، ومع ريا سكاري المركزين السادس والسابع، بليسيكوفا في المركز الثامن، موجوروزا الإسبانية، جابرينا موجوروزا في المركز التاسع، وأنس جابر النجمة التونسية. احنا بنتكلم طبعا على النجوم العرب، يعني النجمة التونسية اللي بتشرف التنس العربي في المحافل الدولية وفي الجراند سلامز دايما موجودة. أنس جابر في المركز العاشر، ميار شريف في المركز 67 عالميا، عندنا أيضا ساندرا سمير، عندنا لميس الحسين عبد العزيز وياسمين عزت من ضمن تصنيفات لحد 900 في ترتيب السيدات. إرسال للأبروسي، حلوة من كريم، حلوة من كريم، ريتيرن رائع، التقدم لا شيء 15. أوه.
خارج الملعب، خارج الملعب، كور مكرره من كريم، لازم يركز في الريتيرن بتاعه، كررت اكتر من 5 مرات في هذا اللقاء. يرد الارسال، والارسال بيكون سهل، بيكون في المتناول، ما بيكونش ارسال قوي. انسايد داخل الملعب من كريسوكس، والتقدم 30-15. يقول الكريم يلا عملناها قبل كده، عملنا العودة قبل كده زي ما ذكرنا لحضراتكم كاس ديفيز من قبل. خارج الملعب فرحة من الأبروسي، 40-15، ونقطة لحسم الشوط، فرصتين. خارج الملعب، إرسال من كريسوكس، والخطأ من كريم مأمون، و5-3 لصالح المنتخب الأبروسي. كريم يرسل من أجل البقاء في المجموعة، بل من أجل البقاء في المباراة. خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطة الكريم. تركيز على الباك هاند من كريم مأمون، ويتقدم 30-0. حافظ على حظوظه، قوة التركيز في الباك هاند، على الباك هاند لكريسوكس. إعادة للإرسال الأول، خارج الملعب، 3 فرص لتقليص الفارق والوصول للنتيجة 4-5. كريم بيخلصها، شوط نظيف لكريم مأمون، ولكن التقدم لسه ما زال لصالح الفريق القبرصي، 5-4 اللي بيرسل من أجل المباراة، هيرسل من أجل المباراة اللاعب بيتروس كريسوكس. لكن كريم إن شاء الله يحقق الكسر ويرجع، أدي قوة كريم في الفور هاند كروس كورت بعيدة على اللاعب بيتروس. تحية من ديمتريس هيريدوتو اللي اتهزم في اللقاء الأول، وبيحاول التعويض من خلال المصنف الأول الأبروسي بيتروس كيريسوكوس. زي ما حضراتكم عارفين أستراليا المفتوحة كانت موجودة بطولة حتى آخر يناير، أول جراند سلام هذا الموسم، في مباراة الفردي فاز بها المايوركي الإسباني رافائيل نادال، وفي مباراة الزوجي كوكيناكيس مع كيريوس، نيك كيريوس حققوا البطولة الزوجية. ادي شبابنا اولادنا ناشئين التنس مع الحضور الجماهيري، ان
شاء الله يزيد بكره بمشيئه الله في مباريات الغد كاس ديفيز. سال اول خاطئ لكريسوكوس. خمستاشر لشيء لكريسوكوس. رالي رائع من مأمون وكريسوكوس، ولكن يخلصها لوبروسي بسماش قوي. 30 لشيء. الاختيارات لعب لما بيطلع على الشبكة بيكون عنده اختيارات عديدة، لكن القرار بياخده في أقل من ثانية. ارسال ساحق تاني في اللقاء، وتاني ايضا للأبروسي، وثلاث فرص لحسم اللقاء. ثلاث فرص لكريسوكوس لحسم اللقاء. خارج الملعب ويفوز بيتروس كريسوكوس. مباراة تانية ولكن بفوز للمنتخب الأبروسي 6-3 6-4 بعدما تغلب محمد صفوت في اللقاء الأول على اللاعب إسفيتاثيو، ومحمد صفوت بيفوز 2-0، وأيضا اللاعب بيتروس كيريسوكوس بيفوز على كريم مأمون بنتيجة 6-3 6-4. انتهى اللقاء الثاني من اليوم الأول لكأس ديفيز المجموعة الثانية العالمية. فوز في اللقاء الثاني لبيتروس كيريسوكوس المصنف الأول البروسي، فوز في اللقاء الأول للمصنف الأول المصري كريم مأمون. تعادل بين مصر وأبرس 1-1 في انتظار مباريات الغد بمشيئة الله اللي هتبدأ بلقاء الزوجي محمد صفوت وكريم مأمون من الجانب المصري، وسيرجيس كايراتسيس واللاعب نيوس من جانب المنتخب الأبرسي. أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس، شكرا لحسن المتابعة. نرجو أن حضراتكم تكونوا استمتعتوا، أكيد استمتعتوا باللقاء الجميل الأول واللقاء الثاني أيضا اللي عمل مجهود كبير فيه كريم مأمون على شاشة أون تايم سبورتس، دايما موجودة مع المواعيد الكبرى ودايما موجودة مع كأس ديفيز لدعم المنتخب المصري. تحياتي مؤمن حسن. Hello. Congratulations, Petro. Thank you so much. I'm sure both teams are very pleased with the turnaround today. We see a lot of people, even though we play away, I'm sure Egypt and Cyprus is very, very happy with the number of people coming to watch, a lot of kids. Thank you to Team Cyprus. Thank you for, they joined us last night. Thank you so much for the support. Obviously my team, but congrats to Team Egypt for the point today, and Mohamed Safwat for the singles. And obviously the match is not over. We still had doubles and two singles tomorrow, so the job is not done yet. بيترو الفائز في اللقاء الثاني بيشكر الجمهور المصري وبيقول ان في اولاد ناشئين موجودين في الملعب، وبيشكر الجمهور البروسي، وبيتكلم برضه على صفوت انه فاز في اللقاء الاول. Yeah, obviously first set was a little bit easier, but
It was simply because Kareem Mamoun couldn't hit the ball properly, I think, but I hit it a little bit better than him, and I got one break, but it is what it is. And the second one was better, even for the crowd watching. There was a lot of close points and a lot of close games, but it is what it is. على المجموعة الأولى والكسر المبكر كان لكريم مأمون. والإرسال الأول إن كريم بيقول إن كريم مأمون ما كانش بيرد الكرة بالشكل اللائق أو الشكل المناسب، لكن بيقول المجموعة الثانية كانت أفضل حتى بالنسبة للحضور الجماهيري، لأن النقط كانت قريبة من بعض. Yeah, obviously great center court. I've never been in this specific tennis club. I've been to Cairo and Sharm el Sheikh many times, but never here. It's an amazing court. بيقول إنه كان موجود في القاهرة من قبل، لكن أول مرة إن يكون موجود في ملعب رائع زي السنتر كورت بنادي الجزيرة، وبيشيد بالملعب إنه يقدر يطلع أحسن ما عنده، يكون في التوب فورم أو في أفضل ما عنده، في أفضل حالة، سواء على إمكانيات الملعب الداخلية أو الخارجية، داخل الملعب أو خارج الملعب. Congratulations, Petra, for you and for Cyprus, and hope you have great matches tomorrow. Thank you. Goodbye. مبروك بترو، وتهاني للاعبة القبرصي، والأمنيات الطيبة في مباريات الغد. زي ما قلت لحضراتكم في ثلاث لقاءات، لأن التعادل موجود في هذا اللقاء. الفريق اللي هيفوز بنتيجة الثلاثة اللي يوصل لثلاث مباريات فوز في اللقاء الزوجي الأول، ثم اللقاء هيكون بترو مع محمد صفوت، وده اللقاء هيكون قوي جدا في المنافسات غدا بمشيئة الله. المصنف الأول المصري والمصنف الأول القبرصي، وأيضا كريم مأمون اللي هيلاعب ميني لاوس اللي لاعب محمد صفوت في اللقاء الأول. بيرجوكوا بكرة أن أنتم إن شاء الله تبقوا موجودين من الساعة 10، لأن التاي صعب بكرة. الحضور الجماهيري مهم جدا، ومن خلال شاشة أون تايم سبورتس بندعو الجماهير المصرية أنها تحضر لنادي الجزيرة بمشيئة الله لدعم المنتخب المصري، لأن المباراة هتكون في منتهى القوة، سواء على المستوى الزوجي أو المستوى الفردي. كل المهتم بالتنس المصري وما أكثرهم يكونوا موجودين بمشيئة الله في منافسات الغد، في اليوم الثاني والأخير من منافسات كأس ديفيز. أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس، شكرا لحسن المتابعة، وإن شاء الله نتقابل بكرة مع منافسات كأس ديفيز لدعم منتخبنا من مصري بمشيئة الله. تحياتي مؤمن حسن.